وأفاد تقرير لمجلة ديجيتال جورنال الأمريكية بأن عملية الإغلاق التي يمر بها العراق لوقف جائحة فيروس كورونا وتوقف الواردات القادمة إلى البلاد قد أوجد حالة من التشجيع للأعمال التجارية والصناعات المحلية التي لم تعد مضطرة إلى المنافسة مع البضائع الأجنبية المستوردة. وذكر التقرير أن دولا مثل السعودية والأردن والكويت كانت عادة ما تغرق الأسواق العراقية بمنتجات رخيصة الثمن بأسعار لا يستطيع المنتجون المحليون منافستها، وهذا يشمل كل شيء من السيارات وأجهزة الكمبيوتر والدجاج المجمد وحتى الفاكهة الوطنية العراقية المعروفة بالتمور أصبح يتم استيرادها في السنوات الأخيرة من دول الخليج في كثير من الأحيان بدلا من قطفها من أشجار النخيل المحلية.